معرض القاهرة الدولي للكتاب 250 ألف زائر لأول مرة، إصدارات جديدة لما رقصت دليل. هل ده خط ابن عربي ولا لا؟ ده توقيعه بخط يده. قريبا جدا هيكون الشاعر الكبير فاروق جويدة معانا هنا ومعاك ومع القراء في حديث عن المعرض وعن رواية هولاك، حدث استثنائي لا يحدث في منطقة الشرق الأوسط. كان الطابور له أكتر من كيلو. بتعمل إيه يا يونس؟ أنا بقرأ وبعمل سيرش. الإعلامي أحمد يونس. أساعدك ما بتكيرش. ببقى فرحان قد 10 مرات إن هو هيقعد وجيه وتعب نفسه مخصوص علشاني. نادر فودة القاسم هو أحمد يونس. عن الرعب جبان. ما تلعب معايا. ألعبك مش حكاية. بس اصبر يا زيتون عليا دقيقة واحدة بس. مين اللي هيكسب؟ فريق زيتون ولا فريق أحمد يونس؟ مرة بنت في الشارع عشان ما معيش فلوس مواصلات أروح، شبه اتهزقت يعني. البعض يذهب للمأذون مرتين. أنا محبط. أنت حبيبي يا يونس. لازم تصالحه يا زيتون. خد تعيط إذا أنت تعيط. أنت بتعيط؟ خلاص ما تبكيش. الموضوع ده أثر في نفسيتي أوي. ما تغيرش الموضوع يا زيتون وتعالى معايا بس، تعالى بس، تعالى بس، حلو بس.